بسم الله الرحمن الرحيم اجتمعت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم اجتماعها اليومي لرقم ثلاثة وعشرين لمتابعة الأوضاع المتعلقة بجائحة الكورونا في السودان وكالمعتاد استمعت اللجنة لتحديث لل بيانات من وزارة الصحة تقدمه السيد وزير الصحة الدكتور أكرم التوم حيث أفاد في تنويره بتسجيل ثلاثة إصابات جديدة ضمنها واحد حالة حالة وفاة واحدة ليكون مجمل الحالات إلى اليوم 32 آه إصابة ومجمل الوفيات آه خمسة حالات وفاة والمتعافين وفا آه ثلاثة آه متعافين ليبقى آه حوالي أربعة وعشرين حالة في العزل بينهم ثلاثة أشخاص آه أجانب وفقا لي آه التقرير الذي قدمه السيد وزير الصحة في الاجتماع شفى الله المصابين وحمى الله البلاد والعباد من هذه الجائحة أيضا استعرضت اللجنة التدابير المتعلقة بالإغلاق التام لولاية الخرطوم الذي تم الإعلان عنه من قبل واطلعت على الخطة المقترحة من ولاية الخرطوم آه للوقوف آه على آه الترتيبات آه لترتيبات الخطة التفصيلية للإغلاق التام حتى يتم آه رفعها لمجلس الأمن والدفاع لمراجعتها واعتمادها بشكل آه آه نهائي آه مع أخذ كل الـ الاعتبارات الضروريه و يعني وقفت اللجنه ايضا على حاله الحلق وسط عدد من من المواطنين اذا الاعلان عن الاغلاق التام لولايه الخرطوم بسبب التفسير الخاطئ لفكره الاغلاق الصحي التام و قد آه صوره البعض كأنما هو آه يعني آه وقف تام وشامل للحياة وشلل للحياة وحبس الناس في البيوت بشكل آه كامل بينما الفكرة يعني تنبني أساسا على الحد من الحركة التي تساعد على انتقال التعرض للإصابة وانتقال المرض وتفشيه خاصة مع ظهور يعني انتقال إلى المعدلات العشرية من حالات أحادية حالتين ثلاثة حالات إلى آخره الآن تجاوزنا الثلاثين حالة وهذا مؤشر له يعني خطورته ونود أن نؤكد هنا لمواطنينا الكرام بأن الغرض من هذه الإجراءات أولا هو لسلامة الناس ولحمايتهم وصحتهم وليس للتضييق عليهم أو قفلهم في في البيوت وتركهم في أوضاع للمعاناة ثانيا ليست هناك أي ندرة في السلع والمواد الأساسية بما يعني يستدعي هذه الحالة من الهلع والهجمة على البقالات والأماكن العامة، لا توجد مشكلة في المواد الضرورية الدقيق السكر غيره كما لا توجد يعني مشكلة في الإمداد الكهربائي والمائي هناك استقرار في الإمداد المائي وفي الإمداد الكهربائي أيضا لا توجد أي مشكلة في السيولة النقدية لدى بنك السودان او لدى اي من المصارف الوضع مطمئن تماما وسوف يتم كذلك صرف المرتبات بشكل طبيعي خلال الثلاثه ايام القادمه على ان تعمل البنوك بساعات اضافيه من الساعه السابعه صباحا وحتى الساعه الرابعه مساء، ومن لم يتمكن من صرف راتبه خلال هذه الفتره سوف تكون هناك معالجات في في وقتها تسهل استلام المرتبات لاصحابها كذلك يعني في الحظر الصحي التام أو العزل التام كما ذكرنا ليس المقصود به سجن جميع الناس داخل البيوت بقدر ما المطلوب هو تقليل الازدحام وكذا وهناك فئات مستثنى لضرورتها وهو ما يعني يتم تدارسه وحصرها يتم حصرها وتصنيفها ولكن على سبيل المثال الافراد العاملين في المصانع والشركات ذات الارتباط بضروريات الحياه اليوميه مثل المصانع والشركات العامله في الاغذيه او الادويه او الوقود او المياه أو النفايات وكل ما يرتبط بضررات المواطنين الحياتية اليومية كذلك المطاحن المخابز وغيره دكاكين الأحياء إذا ليس هناك ما يدعو إلى 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 حالة الهلع التي انتابت بعض المواطنين وكذلك ستكون أثناء حالات الحظر ستكون هناك دوريات متحركة لتأمين الأسواق والأحياء لضمان السلامة والأمن لكل المواطنين فيما يلي المجال الجوي سيكون المجال الجوي مفتوح للطيران العابر وستستمر خدمات الملاحة الجوية لعمليات الشحن الجوي الروتينيه في عمليات الصادر والوارد وفي الختام ايضا نود ان نؤكد على استعداد الحكومه السودانيه لضمان وصول المساعدات الانسانيه لكل المحتاجين في السودان وفق الاجراءات الصحيه المقرره للحد من انتشار الجائحه نحن على استعداد كحكومه لايصال المساعدات الانسانيه لمحتاجيها في اي بقعه من بقاع السودان وفق الاجراءات الصحيه المتبعه في هذه الحالات وهذا ما لازم توضيحه وسوف يتم الاعلان عن تفاصيل آه العزل التام لولاية الخرطوم آه خلال آه يعني بعد العرض على آه لجنة الأمن والدفاع كذلك بالنسبة لحركة الشاحنات إلى خارج الخرطوم فأيضا مستثنى الشاحنات التي تنقل الوقود التي تنقل الأغذية الأدوية آه إلى آخره بما لا يؤثر على الاشياء الاستراتيجيه المتعلقه بمصالح البلد ومصالح المواطنين شكرا جزيلا